لا يخفى على أحد أن حجم التحديات التي مر بها الاقتصاد المصري خلال العام المنقضي ومنذ اندلاع أحداث الثورة المصرية وأثرت بشكل مباشر على قطاعات الاقتصاد المصري كافة، تحديات أدت إلى تراجع ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمية لتحتل المركز 94 من 142 دولة، وذلك نتيجة للتراجع الكبير في عدد من المؤشرات وهي التعليم والصحة والتغذية وكفاءة سوق العمل. الحقيقة في أسباب كتيرة احنا يعني مركزنا مش جيد فيها، بس أكتر أربع أسباب ويمكن اللي دي بتشكل المحور اللي اتكلمنا عليه النهاردة والاستراتيجية المصرية للتنافسية المستدامة قامت عليها. أول حاجة الاستثمار في البشر، استثمار في البشر بمعنى وضعنا في التعليم والصحة أو الأساس، التعليم الأساسي والصحة، تدريب والتعليم العالي، التغذية، المؤشرات، الاستقرار الاقتصادي الكلي كمان دي سيئة جدا، بطالة، تضخم، عجز الدين المحلي. يمكن العامل الثاني برضو سوق العمل، كفاءة سوق العمل، احنا رقم 142 السنة دي من 144 دولة، يعني في أدنى المراتب. ويوصي التقرير بضرورة تطبيق استراتيجيات التنافسية المستدامة واعتماد التجارب الناجحة لدول حققت معدلات نمو مستدامة بين 6 و8% من خلال التركيز على نقاط سبع، وهي رفع مستوى الاستثمار وتنمية الصادرات وتيسير أداء الأعمال والتوسع في الاستثمار في البنية الأساسية واستمرار نهج الإصلاح في القطاع المالي وامتداد التنمية لتشمل محافظات مصر المختلفة والتركيز على التوسع في تنمية القطاع السياحي والغذاء ذات المردود السريع على تحسين معيشة المواطنين والاهتمام بالمشروعات العملاقة وعلى رأسها تنمية خليج السويس. أهم الاقتراحات نحن نركز في قطاعين مهمين جدا اللي هم الأمن الغذائي والسياحة، لأن في حاجات ممكن تتعمل بسرعة جدا فيها وتؤثر بسرعة جدا على عامة الشعب، اللي بيسموه بالإنجليزي تريكل داون إفكت، بتاعها سريع جدا على كل الشعب المصري. فبنقترح حلول في هذه في هذا القطاعين. بالنسبة للمشروع القومي بنقترح قناة السويس، ممر قناة السويس. ودعا التقرير الثامن للتنافسيات المصرية للتوسع في مجال الطاقة المستدامة واستغلال إمكانات مصر المتاحة في هذا المجال في ظل مشكلة نقص الطاقة التي تمر بها مصر في الوقت الحالي والاتجاه العالمي لإيجاد مصادر بديلة للطاقة.